السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد وجه مدعي عام محكمة الجينات الكبرى القاضي عفيف الخوالدة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجنحة حمل أداة حادة لقاتل طبيب أمام منزله في منطقة شفا بدرة وقرر المدعي العام العفيف توقيف القاتل البالغ من العمر 25 عاما ويعمل سائقا في مركز إصلاح وتأهيل سجن جويدة 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية وقال مصدر مقرب من التحقيق لرؤية أن القاتل اعترف بارتكابه الجريمة أمام القاضي العفيف وذلك لاعتقاده أن المغدور كان سببا في خلافات عائلية حدثت له مع عائلته وبين المصدر أن القاتل في اعترافه أشار إلى أن المغدور يعمل أخصائية أطفال في مستشفى البشير وفي بداية العام الجاري تم نقله إلى أحد مستشفيات إربد بسبب خلافات بين المغدور والقاتل الذي كان قد اجرى عمليه جراحيه لابنته وتعافت بعدها الا ان الخلافات الشخصيه ظلت مستمره بين الطرفين واضاف المصدر ان القاتل سبق وان ذهب الى عياده الطبيب المغدور وسجلت بحقه دعوه لدى محكمه صلح عمان وحبس عليها لمده اسبوعين وتصالح الطرفان بعد ذلك وعلى اثر ذلك جرى نقل الطبيب المغدور الى مدينه اربد هذه الحادثه والتي ادانها الاردنيون وفتحت الملف حول حمايه الطبيب وفتحت التساؤلات حول ان كان سبب مقتله هو كون طبي... كونه طبيبا ام على خلاف شخصي ارتبطت لدى اذهان الكثيرين بحادثه اثارت الجدل ايضا في ذات المستشفى حول مزاعم ذوي مريضه بنسيان هاتف خلوي في بطن ابنتهم وهذه التصريحات سارعت وزارة الصحة ونقابة الأطباء على نفي الحادثة بل واتهمت وسائل الإعلام بالإساءة للطب الأردني لنشرهم شكوى الأهل رغم أن معظم وسائل الإعلام التزمت وفق الأصول المهنية بنشر شكوى الأهل ورد المعنيين ومنها ما ورد في ذات اليوم على موقع رؤية الإخباري في خبر عن عنوانه لا صحة لوجود هاتف خلوي داخل بطن مريضة توضيح طبي ونص الخبر حصلت رؤية من مصادر طبية على توضيح لكافة ملابسات قضية العثور على جهاز خلوي داخل بطن مريضة، ونفت تلك المصادر نفيا قاطعا صحة الادعاءات حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه تم إدخال المريضة قبل نحو أسبوعين إلى أحد المستشفيات شرق العاصمة عمان لإجراء عملية قيصرية لها، موضحة أنه حدثت للمريضة المذكورة مضاعفات قبل أربعة أيام. وأضافت المصادر أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على حالة المريضة حيث تبين أنه لم يتم العثور على جهاز خلوي في بطن المريضة من جهته نفى مدير مستشفى التوتنجي لأخبار رؤية الأخبار التي تم تداولها حول وجود جهاز خلوي في بطن المريضة مؤكدا أنه لا يمكن أن يدخل طبيب إلى غرفة العمليات وبحوزته جهاز خلوي اليوم نناقش حماية الطبيب والمريض معا هل الطبيب الأردني في خطر وهل المريض في خطر أيضا هل الطبيب الأردني محصن حتى المخطئين وغير الكفؤين منهم؟ هل نقابة الأطباء خط أحمر جديد في الأردن؟ كيف نتوازن بين حماية المواطن الأردني من الأخطاء الطبية وبين سمعة الأردن العلاجية؟ كل ذلك نناقشه مع ضيفينا الدكتور رائد حجازين رئيس لجنة الصحة النيابية والدكتورة رول الحروب عضو مجلس النواب ويمكنكم الإجابة على سؤال الحلقة لهذه الليلة عبر شارك عبر تطبيق رؤية هل تؤيد وجود قانون للمسؤولية الطبية والإجابة بنعم أو لا حوارنا يبدا بعد فاصل قصير اهلا بكم نبدا حوارنا الليلة ورحب بضيوفي الكرام دكتور رائد حجازين رئيس لجنه الصحه النيابيه اهلا بك شرفتني بحضورك اهلا اخي محمد أهلاً. ودكتورة رولا الحروب عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب أهلا بك شرفتني بحضورك الله شكرا لك اذكر فقط بسؤال شارك عبر تطبيق رؤية لهذه الليله والسؤال يقول هل تؤيد وجود قانون للمسؤوليه الطبيه والاجابه بنعم او لا وسنستعرض الاجابات تبعا اثناء حلقه الليله. دكتور رائد ابدا من الحدث الابرز والحدث الاهم وهو تشييع الجسم الطبي اليوم في الاردن للمرحوم الدكتور محمد ابو ريشه رحمه الله واسكنه فسيح جناته، ماذا تقول في مقتله بدايه؟ يا سيدي اولا شكرا لك اخي محمد، انا بادئ بدء يعني اترحم على الشهيد والزميل الدكتور محمد ابو ريشه الذي اعرفه معرفه جيده. وقبل ان ابدا الكلام ايضا اعتذر من نقابه الاطباء ومن الاخوه الاطباء في الاردن على مجيئي الى هنا حيث ان هناك قرار من مجلس النقابه بمقاضاه هذه القناه ولكن انا ملتزم بقرارات مجلس النقابه، انا هنا اليوم كنائب وكطبيب بنفس الوقت. انا بادئ ذي بدي, بدي اقول نحن خسرنا بالامس عنصرا هاما خسرنا انسانا، خسر الاردن انسانا، خسر طاقه كامنه جراحا للاطفال هذا الاختصاص النادر هذا الاختصاص النادر اللي احنا بحاجته في القطاعات الصحيه في الاردن ان كان في القطاع العام او الخاص او الجامعات خسرنا شابا نذر نفسه لخدمه المريض وبدون اي سبب نترك الاسباب ونترك ما حيثيات القضيه للقضاء ولكن انا اقول استغرب وقلبي يعتصر اننا نعيش في الالفيه الثالثه والبلد الوحيد الذي يضرب فيه الطبيب هي الاردن. نعيش في الالفيه الثالثه والبلد الوحيد الذي يعتدى فيه على المعلم هو الاردن. نعيش بالالفيه الثالثه والموظف العام غير مرتاح في عمله وكاننا اصبحنا نطلب من الموظف العام ان يكون بلطجيا او يحمل سلاح او يجيب قرايبه. يعني أنا مش قادر أعرف ليش هيك عم بيصير معنا، بقول أنا هذا سببه انفلات اجتماعي أخلاقي قد يكون هناك ضعف في التشريعات ضعف في التشريعات وخلل في التشريعات التي يجب أن تعاقب من يعتدي على الموظف العام، أنا لا أتكلم على الطبيب الموظف العام بشكل عام يجب أن يحترم واذا خالف الوظيفه عليه ان يعاقب من خلال مؤسسته، انا لا ادعي ان الطبيب او الممرض او القطاعات الصحيه هم ملائكه، قد يخطئ الطبيب ويخطئ الممرض وتخطئ الممرضه، هناك اجراءات وهناك سلم للاجراءات لمحاسبتهم، اما انه انا اخذ حقي بايدي انا لا اعتقد انه احنا نسير في الطريق السليم. دكتور اولا يعني مره اخرى العمر لكم اكيد. الله وساتي بالتحديد على قضيه المقاطعه وقضيه الم... في المحور الاخر. ودور الاعلام وسنتحدث تفصيلا هذا الموضوع ودور النقابه واين النقابه وكل طيب. ما في ذلك وايضا مقاضاه النقابه او ما يقال عن مقاضاه النقابه لرؤية وغيرها من وسائل الاعلام. دكتور رولا ماذا تقولين في وداع المرحوم ابو ريشه وحماية حمايه طبيب، حمايه ممرض، حمايه معلم، حمايه مهندس. لكل قطاع خصوصيته لكن ايضا بدنا نحمي المجتمع من دوامه في اليوم. طبعا فضل. بدنا نحمي الانسان الاردني بالبدايه. اولا كل الشكر لك ولقناه رؤية على هذه الاستضافه في هذا الموضوع المهم ولكم حقيقه دائما قصب السبق في متابعه وملاحقه المواضيع المهمه. بدايه بدي اتقدم بالتعازي الحاره لاسره الدكتور الجراح محمد ابو ريشه خسارته هي خساره لنا جميعا بالامس تالمت غايه الالم حين قرات الخبر. وحتى قررنا أن نعمل حلقه اليوم كان مفروض على قناه اخرى ولكن يعني استجرفت بان اكون معكم اليوم عموما شرفتينيز. حقيقة خلينا يعني بدي ابتعد شوي عن تفاصيل القصة، اكيد حنأتي للتفاصيل اثناء سياق هذا الحوار وال... وهذه الحادثة تحديدا جريمة القتل هذه لها خصوصية بعيدة تماما عن كل الخصوصيات السابقة المتعلقة بالشجارات وما إلى ذلك و... وفورة الدم والمزاج الحاد الذي أحيانا يعني يظهره بعض الأهالي تجاه بعض الأطباء أو العكس من الأطباء تجاه بعض الأهالي، بدي أضع القصة في سياقها الأكبر وهذا هو المهم. من المزعج جدا ان نرى القطاعات المختلفه تتنادى عبر نقاباتها لسن قوانين تحمي فئات معينه وتترك فئات معينه. يجب ان نقر اولا بان الموظف العام يجب ان يكون محميا بغض النظر عما اذا كان هذا الموظف العام طبيبا، مهندسا، مزارعا، يجلس خلف مكتب، معلما في الميدان الى اخره، الموظف العام بده يحميه القانون. وبدو يطبق القانون على الجميع بعدالة ومساواة ودون ما تمييز ودون ما محابة هذا أولا ثانيا مسألة التوقيف التوقيف أثناء التحقيق هذه قضية كبيرة في الأردن وفي لجنة الحريات حين ترأسوا لجنة الحريات في العام الماضي عقدت عشرات الجلسات على هذا الموضوع وتقدمت بمشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائيه لوضع قيود على التوقيف المسبق والقانون اصلا الحال الحالي فعلا يضع قيودا على التوقيف المسبق ولكن مع الاسف الشديد حين ناتي الى التطبيق نجد ان أكثر من 66% ممن تم توقيفهم في الأردن خلال السنوات الخمس الماضية على خلفية قضايا متعددة وأنا أتحدث عن التوقيف الأصولي حسب القانون ما عم بتحدث عن التوقيف الإداري اللي هو خارج عن كل الأعراف الدولية في العالم ولكن بتحدث عن التوقيف وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية نجد أنه ثلثينهم 66% منهم هؤلاء الذين تم توقيفهم مسبقا خرجوا بأحكام براءة وعدم مسؤولية إذا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن التوقيف للأسف الشديد لا يراعي الشروط الثلاثة هنالك شروط ثلاثة فقط يفترض بالمدعي العام أن يوقف الشخص المشتبه به أو المدعى عليه في حالة هذه الشروط أنه يكون مكان الإقامة تبعه مجهول خايف أنه هو يفل على سبيل المثال وما يعرف كيف يجيبه أنه يشتبه في أنه ما راح يحضر الجلسات بده يطلع برا البلد إلى آخره إطلاقه يشكل خطرا على السلامة العامة والأمن العام والشغلة الثالثة هي أنه قد يعبث بمسرح الجريمة أو بالأدلة أو ما إلى ذلك وبالتالي يستدعي توقيفه، مع الأسف إنه مع مراجعة الحوادث التي يتم فيها التوقيف للأسف الشديد التطبيق يقول بأننا بعيدون عن تطبيق أو الالتزام بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية في هذه المسألة، هذا يعني يجب أن نتفق على ذلك. المسألة الثالثة خلينا ننظر للسياق العام وخلينا نضع إصبعنا على الجرح، وأنا الآن سأتحدث مش كسياسية لأنه السياسي للأسف يجامل ويحابي خوفا على شعبيته وعلى مصالحه مع الفئات اللي بده اياها تصوت له في الانتخابات، لن اتحدث كسياسية. ساتحدث كانسانة أكاديمية مسؤولة، وأنا اختصاصي في علم النفس التربوي. لا. يجب أن نواجه واقعنا، نحن في المجتمع الأردني الآن أمام مرحلة في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية. سبق أن كتبت في عام 2006 2007 قبل الربيع العربي وقبل الحراك وقبل كل شيء وحذرت من ان الانفجار القادم في الاردن سيكون انفجارا اجتماعيا وليس انفجارا سياسيا، بمعنى انه ليس على النظام السياسي ان يخشى لا من الاحزاب السياسيه ولا من القوى المنظمه في المجتمع الاردني لان هذه تعمل وفق معايير مضبوطه، كل يعرف حده ويلزم هذا الحد. أما الذي لن يتمكن أحد من معالجته هو هذه الانفجارات الاجتماعية الصغيرة التي تخرج هنا وهناك وهنا وهناك والتي تعبر عن حالة من الغليان تحت السطح يبدو السطح الأردني سطحا مرتاحا وما شاء الله علينا والبنايات الجميلة والشوارع الحلوة والسيارات اللي ماشية والملابس الجميلة شكلنا من الخارج رائع ولكن تحت هذا السطح هنالك بركان يفور ويثور، هذا لا. البركان سببه انعدام العداله، غياب تكافؤ الفرص، غياب المساءله على جميع المستويات المساءله غايبه، مساءله الحكومه ومساءله البرلمان ومساءله الاعيان ومساءله ال... حتى مساءله القضاء، انت لو تشوف حجم الشكاوى التي تاتيني. ولا استطيع ان افعل فيها شيئا لأن القضاء محصن ولأن طيب. الكثير من الجهات محصنه اسمحي لي إذن طيب. هذه المشاعر بالاضافه للظرف الاقتصادي الصعب وللفقر وللف وللبطاله وكل هذه الامور انا اخشى مما هو قادم يجب ان نضع الامور في سياقها المساله مش اعتداء على طبيب ولا اعتداء على ممرض ولا اعتداء على معلم ولا اعتداء على برلمان اليوم شعبيه البرلمان 22% يا جماعه المسألة ليست هذه المسألة أن هنالك حالة من الغضب التي تفور في صدور الأردنيين على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم وهو غضب مكبوت في أي موقف صدام وصراع وإحباط يظهر هذا الغضب ليأخذ أشكالا عدائية أشكرك دكتورة دكتور رائد مع الاختلاف في وجهات النظر حول إن كان سبب القتل شخصي أم خلفية طبية والتحقيق يقول أن القضية شخصية ونترك القضاء العادل طيب. في الأمر السؤال اليوم عن حماية الطبيب كيف لنا أن نحمي الطبيب هلا انا بس بدي اعقب في نقطه قيلت بحق القضاء يعني انه بتقول زميله الدكتوره رولا انه بيجيها شكاوى كثير بس انا بدي اوضح نقطه ان القاضي أه لن يكون عمر بن الخطاب القاضي عنده طرفين بده يحكم لواحد وبده يخسر الثاني ما حدا بيربح قضيته بيجي بيشكي عند الدكتورة رولا أو عندي اللي خسر قضيته بده يروح يشكي ولكن هناك درجات للتقاضي خسر بالصلح في بداية في استئناف في تمييز أكيد وهي. طيب هلا السبل لحماية الطبيب أرجو إيه إن, إن كان السؤال إن كان السؤال إيه كيف أنا بدي أحمي الطبيب من العنف او كيف بدي احمي انا بدي احمي الطبيب انا بدي اوفر اولا للطبيب كل سبل كل سبل الراحه في عمله بدي اياه يعني ان يعمل ان يعمل في مكان مرتاح م. نفسيا بدي اياه يعني يعمل في ضمن ساعات عمل محدده بدي اياه يعني يعمل في جو ان يكون مرتاحا من الناحيه الماليه بدي اياه يعني يعمل في جو أن لا يكون عليه إرهاب لا يجوز يعني إحنا للآن طالبنا أكثر من مرة أكثر من مرة طالبنا في م... المشاكل أكثرها بتصير وين بتصير في الطوارئ في أقسام الطوارئ وبدرجة أقل في العيادات والتنتين التنتين ما بيكون دائما لا أنا ما بدي أدافع عن القطاعات الصحية بيكون كل واحد صاحب الحاجة أرعن أنا جايب أبوي مريض بدي الدكاترة كل اللي بالطوارئ يتركوا كل شيء معهم يبلشوا بأبوي، هيك ده هيك احنا طبيعة مجتمعنا، ما بنقدر انه الطبيب ممكن يجي يفحص هالمريض اللي معي، لقي عنده والله كريزة حصو بيخليه بركب له مغذي بقول ركبوا له مغذي ببلش بواحد عنده جلطة أو عنده نزيف على الدماغ أو مريضة عندها قد تكون حالة طارئة أكثر، نعم. هذا قد يثير يثير فضول المرافقين أنا ما شفت في العالم أنا أنا عملت وشفت مستشفيات كثيرة في العالم، أنا لم أرى مريض ولا بمكان في العالم بدخل معه عشرة. إلا بالأردن ولذلك طالبنا بوجود مفارز أمنية في أقسام الطوارئ، طالبنا أن يكون هناك رجال أمن في في العيادات اللي على الأقل الناس تهيب يعني الطبيب المرحوم بقضيته اللي صارت لم تحصل بالطوارئ. المشكلة كانت على دور انه بده يتجاوز دور كل المرضى ودخل على الطبيب وتمشكل هو والطبيب وانتهت انه انسجن، وبعد ما انسجن وصارت الصلحة رجع تلبد للطبيب وقتله بعد شهرين او شهرين وشوي، فبالتالي انا بعتقد يجب توفير كل وسائل يعني من الوسائل العلمية والمالية والنفسية والاجتماعية للطبيب وللكوادر الصحية وهذا كمان ما ينطبق ايضا على كل كوادر الموظف العام، يعني انا ما بدي انا اميز الطبيب، يعني الطبيب هو موظف عام، يعني المعلم، المعلم كمان انا بدي اياه يشتغل بجو مرتاح، بدي جميل. يشتغل في مكان جميل. هو مرتاح نفسيا فيه اكيد بدي يكون في وضع مالي مرتاح حتى ينتج وحتى ان لا يكون عرضه انه يروح يقدم اجازات او او يتمشكل مع الطلاب او مع اهالي الطلاب، فبالتالي انا بعتقد انه اول عمل أول ما هو مطلوب لحماية الطبيب هي أنا بعتقد الثقافة البيتية والتربية البيتية يعني يجب أن نعود إلى أخلاقنا وديننا جميل. جميل. الناس تتربى وتعرف أنه إنه هذا الطبيب يعني هذا زلمة سواء ذكر أو أنثى زلمة هذا طيب. يعالج مريض أعلق أسمع تعليقك ومن يحمي المريض أيضا يعني دكتور رائد ذكر صراحة أقسام الطوارئ و وصاحب الحاجة أرعن بلا أدنى نقاش هذا ما فيش حاجة نحكي عنها لكن من يحمي المريض أيضا هناك صحيح. عديد الشكاوى أنه بندخل على الطوارئ فيش حد يطلع علينا في مثل بالإنجليزية بقول لك it takes two <applause> يعني أي مشكلة في العالم تتطلب طرفين <applause> طبعًا. يعني إذا أنا سبيت عليك وأنت اطلعت فيه وابتسمت وحكيت الله يسامحك خلص أنا شو, شو بسوي بتراجع ببطل بضب هالقنوة وبسحب حالي وبمشي هلأ بدنا نعترف بشغلة إنه إحنا في عنا مشكلة ثقافية يعني أولا بدنا نقر بواقع أن الحكومة تتحمل طرفا من التقصير في مشكلة الأطباء والممرضين والكوادر الطبية ما هي مسؤولية الحكومة؟ عدد الأطباء الذين يتلقون المرضى يوميا في المستشفيات الحكومية هو أقل بقليل من عدد المرضى الذين يهجمون على هذه المستشفيات لما بتسمع رقم مثل أن الطبيب الحكومي بيشوف 150 مريض أحيانا في اليوم اقسم سبع ساعات عمل لانه بدك تطلع منها ساعة غداء او حتى اذا اشتغل ثمان ساعات عندك سبع ساعات عمل ضرب ستين دقيقة بيطلع عندك اربعمية وعشرين دقيقة اذا قسمتهم على المية وخمسين مريض بيطلع على كل مريض دقيقتين ونص بدي أتفاءل وبدي احكي اعطى المريض خمس دقائق وبدي احكي لا اكل ولا راح ولا طلع ولا كزدر بالممرات ولا تحرك من هالمكتب تبعه واستقبل هالمرضى ورا بعضهم طب ايش هو يعني روبوت هذا الطبيب هو مش انسان في المقابل هذا المريض هل اخذ حقه بالدقائق الخمسه هل اخذ حقه بعشر دقائق ب دقيقه طب احنا بنعرف وهو بيعرف الدكتور انه الاكلينيكيه يعني التشخيص الطبي العيادي انه كيف يسالك ويستجوبك ويحقق معك شو الاعراض من ايش بتشكي من وين بدات الى اخره هذا الاستجواب لحاله بده عشر دقائق الاستجواب وبده يفحصك في خمس دقائق ثانيه وبده يكتب لك ويفهمك الموضوع او يطلب منك تروح تعمل فحص بدك على الاقل 20 الى 25 دقيقه حتى المريض يحصل على وقت نوعي هل يحصل المريض في مستشفيات الحكومه على هذا الوقت النوعي لا يحصل عليه وبالتالي الطرفين غضبانين الطبيب غضبان ومستاء لانه غير قادر ان يقوم بواجبه بالحد الاكمل وهو يعرف ذلك داخليا نعم. وهو طبيب احنا بنحكي عن اذكى فئه موجوده في المجتمع الناس اللي جابوا اعلى علامات في المدارس وراحوا على هالجامعات وبقروا 24 ساعه ما شاء الله عنهم فهو عارف انه مقصر والمريض زعلان ومش راضي لانه مش عم ياخد حقه من الطبيب والاكتظاظ على الدور في الطوارئ وفي عيادات الاختصاص في المستشفيات الحكوميه اذا كل هذا الكلام تتحمل مسؤوليه الحكومه بدها تفتح شواغر لتعيين الاطباء مش بس لتعيين الممرضين وفقر الشعب هل... بس هاي سوري على المقاطعه أيوة. فقر الشعب ادى انه كل الناس صارت تروح على الحكومه صحيح طبعا طبعا بدها توسع الاجنحه في الطوارئ وفي عيادات الاختصاص بدها تخلق مكان حضاري يجلسوا فيه الناس بحضاريه ويحطوا امامهم مجلات ويحترموا وإنسانيتهم مش يكون معصب ومتوتر أنت شفتهم وهم موجودين في عيادات الاختصاص كيف طبعا. مناظرهم؟ طبعا. شفت الشكل واللي عنده فيروس واللي عنده كذا كله جنب بعضه وكله بكح وكله بعطس وكله بالقلة الثاني حقيقة الأوضاع لدينا ليست على ما يرام هذا جزء تتحمل مسؤولية الحكومة في المقابل لدينا أيضا مشكلة يجب أن يسلم بها الأطباء لأنه للأسف بقدر ما اجتمعت أنا وياهم في حلقات حوارية عمرهم ما أقروا بهذه المشكلة يعني ارجو انهم يتحملوني بدي احكيها وما يزعلوا مني لانه انا انسانه حقانيه وبعدين بالنهايه انا زوجي طبيب وعائلتي فيها على كل في عائلاتنا اطباء بس يعني فبدي احكي كلمه الحق احنا سبق واقترحنا عليهم حكينا لهم يا جماعه الطبيب تحديدا بحاجه انه يضيف الى المنهاج الدراسي تسع ساعات على الاقل دراسيه مهارات اتصال هذه يعني ثلاث مساقات دراسيه ياخذها في السنه الثانيه والثالثه والرابعه على الاقل او الثالثه والرابعه والخامسه ليش؟ ليش؟ لانه الاطباء وهلا بدي احكي عن نفس تربوي، الاطباء هم مين؟ هم الطلبه المجتهدين المتفوقين وغالبيتهم كانوا يمضوا معظم ساعات اليوم في ماذا؟ في الدراسه، وليس في التواصل الاجتماعي، لا لهم اصدقاء وانا بحكي عن الاغلبيه هلا مش الكل في فئه قليله مستثنى من هذا طبعًا. الموضوع، يعني قادره على انه هي تبني علاقات اجتماعيه والأخيرة وتحافظ على تفوقها الدراسي، ولكن الغالبية العظمى هم من الناس اللي منكبين على الدراسة وعلى الحفظ وما إلى ذلك طيب هذا ما عنده وقت يطور مهارات اجتماعية مع الناس لما بيطلع من الجامعة إلى المستشفى ويفاجأ بكل هالناس اللي جايينه من أعمار مختلفة من فئات اقتصادية تعبانة الثقافة تبعتهم بعضهم متدنية إلى آخره لا يملك أدوات للتعامل معهم لا يستطيع أن يكون صبورا ولا حليما ولا أنه يتفهم أنه بده يحكي مع الحج الختيار اللي جايته العمر 70 سنه او 80 سنه بطريقه مختلفه عن الشاب اللي عمره 25 سنه طبعًا. بطريقه مختلفه عن اللي جايه من المفرق او اللي جايه من عمان هذه المهارات للاسف الشديد ما عم بتعلموها اخواننا في الجامعات مش موجوده هذا من جهه من جهه ثانيه ايضا بدي القي اللوم على مواطننا الاردني ويتحملوني الشعب الاردني مره اخرى انا عم بحكي الان مش كسياسيه بحكي كاكاديميه بمعنى انني اريد ان اضع كل الحقائق على صحيح. الطاوله فضلك. حتى نصل الى حل فضلك. ايضا مواطننا مع الاسف الشديد بسبب اشياء كثيره بسبب الضغوط الاجتماعيه، الضغوط الاقتصاديه، انعدام العداله في النظام السياسي مع الاسف الشديد، كل كل العوامل والتعقيدات الموجوده في البيئه الاردنيه ادت الى ان يصبح المواطن الاردني غير صبور. مواطن متعجل. ولاحظ هذا السلوك اطلع مثلا بدك تروح تشتري خبز من المخبز شوف شو اللي بصير شوف كيف الناس بتدافشك خصوصا اذا كنت ست كرجل يمكن ما تحس فيها اذا كنت ست حتشوف الناس كيف بتدافشك وبتنط عنك وبتتعداك والى اخره وتطلع عليهم في الشارع كيف يقودون السيارات مئة الف سياره بتكسر عليك من اليمين ومن اليسار والزمامير واللي بنزل الشباك وبشتم والى اخره اذا شو معنى هذا الكلام معناته إحنا كشعب بدأنا رويدا رويدا نفقد الصبر نفقد التسامح نفقد التفاهم نفقد القدرة على إنه الاستماع للآخر واضح. وعذر طيب. الآخر بدنا نعذر بعضنا يا أشكر جماعة أشكرك دكتورة وشخصت الواقع بطريقة أكاديمية دكتور رائد بعيدا عن مختر الطبيب وصورة واضحة وحماية الطبيب واجب على الجميع من الدولة إلى كافة أطياف المجتمع وحمايه كافه القطاعات بس انا انا عندي عندي كذا نقطه يعني قد تضيف اضاءات على ما يعانيه القطاع الصحي في الاردن اسمح لي انا اسمح يعني لي بس دقيقه لانه لأن الوقت الوقت بدقيقة. اسمح لي يكون الوقت منظم ويكون الوقت مناسب لانه ايضا لدينا جانب اخر في الحوار والجانب راح يكون حقيقه بقضيه السيده اللي اشتكت من وجود هاتف نقال في بطنها بعد اجراء العمليه واللي قامت وسائل الاعلام بنقل شكواها ورد المسؤولين وفق الاصول المهنيه وقامت الدنيا وما قعدت. انا قبل ما اتابع معاكم تقرير حيكون تفصيلي حول هذه القضيه وحول تعاطي الاعلام بدي فقط اذكر بسؤال شارك عبر تطبيق رؤيه والسؤال يقول هل تؤيد وجود قانون للمسؤوليه الطبيه والنسب الاوليه 85% نعم 15% لا بعد الفاصل سنتطرق بالتفاصيل الكامله لقضيه السيده الهاتف النقال ورد المسؤولين والتعاطي من قبل الجميع مع وسائل الاعلام في هذه القضيه فاصل ونواصل اهلا بكم من جديد نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام والحقيقه بعيدا عن قضيه مقتل الطبيب ورحمه الله مره اخرى سيده اشتكت اول امس من وجود هاتف نقال في بطنها بعد اجراءها عمليه. قمنا بنقل الشكوى ورد المسؤولين وفق الاصول المهنيه وقامت الدنيا وما قعدت كمان مره دكتور رح نتابع تقرير تفصيلي حول هذه القضيه اللي اثارت لغط في الشارع الاردني وتابعها سويا. اثارت قضيه ادعاء احدى السيدات بوجود هاتف نقال في بطنها بعد عمليه الولاده الراي العام الاردني فغرابه القصه جعلت منها حديث الشارع فبدات وسائل الاعلام تتناقل الخبر الذي انتشر بشكل واسع ادعت سيدة انها اكتشفت بعد خضوعها لعملية قيصرية وجود جهاز خلوي في بطنها رؤيا وضمن نشرة الاخبار طرحت الموضوع لمتابعيها ولم تكتفي بوجهة نظر ذوي المريضة حنان بل اجرت اتصالين هاتفيين مع المعنيين احدهما كان مع مدير مستشفى التوتنجيه الدكتور محمد ابو محفوظ الذي اوضح موقف المستشفى من الحادثة الجراحة عندنا إلى نظام مستحيل يكون في تليفون خلوي بيد الجراح او بيد المساعدين لانه كلهم بيكونوا معقمين ولابسين ادوات معقمه ولا يمكن باي شكل من الاشكال انه يكون في خلوي يعني كيف بدي احكي جراح تليفون وهو يعمل داخل عمليه جراحيه بادوات معقمه ولبس معقم الى اخره وفي الاتصال الآخر تحدث الدكتور عبد المانع سليمات رئيس قسم النسائية والتوليد في مستشفى البشير عن استقبال مستشفى البشير للمريضة بعد أن تم نقلها من مستشفى التوتنجي أكد لك أن العملية اللي خضعت لها المريضة عندنا بالمستشفى هي فقط لأخذ عينة من عنق الرحم ليست فتح بطن إحنا ما فتحنا بطن المريضة المريضة على صور الأشعة وعلى صور الأمواج فوق الصوتية تبين عندنا أنه في تجمع لإفرازات داخل الرحم. وبعد أن تناولت نشرة أخبار رؤية كافة تفاصيل الحادثة وعرضتها للمشاهدين كما هي تاركة أمر بيان صحة حديث أي طرف من أطراف القضية لصاحب الشأن إلا أن الغموض الذي غلف الحادثة برمتها كان دافعا للبحث أكثر عن أي تفاصيل جديدة حول القضية ولكن هذه المرة لم تكن مع ذوي المريضة بل مع المريضة نفسها العملية اه كان حكوا لي انها تنظيفات هي مش تنظيفات رحت العملية سألت الدكتور جوا هاي عملية تنظيفات قال لي لا بعد ما فتت جوا عند العمليات كانوا يصوروني كان يصوروني بطني كان يصوروني هون كانوا يعطوني دواء بقول لي فيش فيكي اشي بس اه صورت صرت الأشعة اليوم الثاني صورت صرت الأشعة عند آه الطبيب طبيب العظام قال لي انت معك عرق النساء آه. بعدين جيت على البشير استقبلوني استقبال كويس وعالجوني الصورة صورتها الشعب شعب تتنجي ظهر فيها التلفون الصورة احنا شفناها هنا واحدة دارسة تمريض مبتدئة راس بالتوجيه طلعت على الصورة فيها تلفون قالت الصورة فيها تلفون قريبنا يعني اللي بيفهموا ايش طلع على الصورة قالوا تلفون الناس اللي هان هجمت قالوا تلفون حنان كان معها تلفون حنان هاي تلفونها هاي, هاي تلفون حنان مش في الصورة يعني مش زي اللي في الصورة ربما الغرابة وحدها من جعلت القصة تنتشر سرعة انتشار النار في الهشيم، إلا أن كثيرين يرون أن هذه القصة إن صحت فإن سهامها ستغرس في جسد القطاع الصحي الأردني وسيتضرر سمعة القطاع الطبي بشكل كبير. وآخرون يرون أن توجيه أصابع الاتهام ضد أي طرف لن يقشع تلك الغمامة التي غطت سماء حقيقة القصة، ووحده القضاء هو الفيصل في مثل هذه الحالات، خاصة بعد أن قالت العائلة: إنها رفعت شكوى بحق الطبيب المسؤول عن تلك الحادثة المزعومة هذه هي الحقيقة بكل تفاصيلها وبكل أطرافها نضعها أمامكم حرصا منا على المهنية والحيادية في تغطيتنا للحدث وتطوراته رعد بن طريف رؤيا إذا كان هذا تقريرا تفصيليا حول الحادثة وتبعاتها وتطوراتها و دور الاعلام في تغطيتها اساسا ودكتور رائد مواطن اردني والطبيب اردني واداره المستشفى اردنيه صحيح والنقابه اردنيه صحيح شو ليش حدا؟ ليش نوقف محطة حدا ليش هذا هذا, 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 شكوى هذا هذا هذه شكوى هذا رد مسؤولين هذا رد المعنيين بالقضيه وين الاعلام بده يكون غير هيك أه يعني انا من ضمن بجوز النقاط بعض النقاط اللي انا دائما بقول انه المساءله الطبيه لا يجوز ان تكون لا بايد صحفي يعني انا مره قال واحدة كتب تكتب احدى الجرائد احدى الجرائد الاردنيه اليوميه توفيت فاطمه في جرش الله اكبر تم تشكيل لجنه تحقيق بدون وجود صحفي بيكتبها هذا صحفي اتصلت انا فيه قلت له انا بدي العن ابوه الدكتور اللي بيقبل ان تستجوبه انت او ان تكون انت في لجنه تحقيق تحقق مع اطباء هلا انا بغض النظر عن شو القضيه القضيه مريضه او ام مريضه حكت حكي ما هو مجنون رمى حجر كبير بده مليون عاقل ليطلعوا انا بقول لك انتم بتدوروا الاعلام بتدوروا على سبق صحفي بتدوروا على خبر حقكم ان تنشروه تحققتم انتم بالطريقه اللي انه شكوى مواطن انت مش انت 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 لا هذه يعني هذه ليست شكوى ولا هذه الشكوى اذا المواطن بده يشتكي ما بيشتكي عندك يروح يشتكي في المحكمه يروح يشتكي في وزاره الصحه يروح يشتكي في القضاء يروح يشتكي للشرطه كيف يعني كيف يعني مش دور الاعلام ان ينقل هموم المواطن, دور المواطن دور الاعلام دور الاعلام, يعني لا, الإعلام لا, لا 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 انا ما بقول <applause> انا مع حريه الاعلام ولكنني انا مع الاعلام المسؤول العالم اصبح قرية صغيرة في مخبأ. ميل ميل. ما في شيء مخبى. ما في شيء مخبى. ممتاز بالتالي بالتالي انا اجي ادمر سمعة طبيب او ادمر سمعة كادر صحي او ادمر سمعة سياحة علاجية في الأردن إذا يا أخي محمد احنا في الأردن الأول بين دول العالم الثالث في السياحة العلاجية. احنا الخامس على مستوى العالم. أنا لا أعلم أنا أقسم بالله أقول من هذا المنبر أنا مش عارف ليه من هو المقصود ليش إحنا منحب دائما نجلد ذاتنا ليش نشهر ونسيء لقطاعنا الصحي هلا ألا تعتقد أنه لما صحافة سعودية وصحافة خليجية تنشر أنه طبيب في الأردن نسي موبايل في بطن مريضة أولا أنا بدي أحكي الآن مش نائب ولا طبيب أنا استشاري أول نسائية وتوليد لا يجوز إدخال خلوي إلى أي غرفة عمليات غرفة العمليات كلها أجهزة كمبيوتر وأجهزة كلها دقيقة وحتى إذا كان الجهاز الخلوي مفتوح أي واحد فيكم دخل على الآي سيو على العناية الحديثة في أي مستشفى في العالم بيقولوا له اطفي الخلوي دكتور ماذا أولا أولا اسمح لي اسمح لي بالتالي فقط اسمح بالتالي التشهير دكتور دكتور أرجوك الت... الاتهامات بالتشهير أنا, أنا لا هذا أنا لا 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 هذا اتهام بالتشهير لا, لا, لا أنا بعتقد أن, أن, أن أنا هناك تهجير اسمح لي اسمح لي نقابة آه الأطباء تهاجم كل وسائل الإعلام نشرت الخبر ونشرت التوضيح وهذابة الاطباء مجبوره لي. ان تدافع عن منتسبيها يا سيدي اسمح لي ان تهاجم الاعلام ان تهاجم الاعلام ينقلوا شكاوى ويدافع عن شكاوي. الو... اسمح لي تدافعون عن المنتسبين لنقابه الاطباء على حساب المواطن لا, اللي لا اللي مش اللي. على حساب المواطن عندما ينقل خبر غير المواطن. صحيح لما يكون انا ينقل خبر غير صحيح دكتور رايد انا مش طرف ارجوك انا انا آه. انا مش طرف القضيه انا بس بوضح لك صوره حتى تكون الصوره لديك واضحه الخبر عندما نشر نشر بكافه تفاصيله على على ذمه شكوى وادعاء مريضه ونقلت الرسالة من قبل المسؤولين والله أنا ما بعرف إذا مدير المستشفى هلأ إذا رؤية مدير مستشفى رؤية إحنا بدنا رؤية إذا والمحطات الثانية تصير هي ضابطة عدلية خلي المواطن اللي عاد المغافر ونسكر المحاكم والناس تروح تشتكي للقنوات الفضائيه تفضل شو يعني طيب بدي أرى. انا 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 ما بقول لك انا مع الاعلام الحر بس الاعلام الحر حواية. المسؤول الصادق طيب أن اسمع دكتور رايك طيب. طيب. اعلام حر طيب. مسؤول الصادق اه طبعا اسمح لي خليني احكي هلا شوي اما اما انا ما بقبل انا انا ما بقبل في عملي كطبيب نعم ان يكون الاعلام رقيب علي رقيب علي الاعلام العلي... رقيب لا على الجميع لا دكتور لا الاعلام رقيب على الجميع لا لا, لا. سلطه رابعه رقيب, رقيب على واحد انا بقرا بيجران. واحد بقرا لي مجله طبيبك بصير يراقب انا كطبيب بحكي بوبيض. شو الحكي السلطه الرابعه هي الصحافه والصحافه الرابعه الحق على الرقابه على الجميع وتنقل وتراقب بصح وهم المواطن وجلاله الملك اكد طيب ان حريه الصحافه في الاردن سخفها طيب السماء طيب. ارجوك طيب دكتور لا اسمع ردك بس هذا انقل هذا الموضوع. انقل صح أنك نتحمل النقد تتحمل تبعات الحكي طيب, طيب. و... و... نحن آه. انا بحاجه على طيب. هذا آه. الموضوع تفضلي دكتور خفف من غلوائك خلينا نحكي يعني نتفق على شويه ثوابت اولا انت قلت بانه الاعلام لا اقبل به رقيبا هذا الحكي لا انا ما قلت هيك قلت لا اقبل بالاعلام رقيبا علي في عملي الطبي دكتور ها في عملي الطبي دكتور الاعلام هو سلطه الشعب تماما كالبرلمان دكتوره معلش اسمح لي دكتوره الله يسعدك خليني احكي الله يسعدك أنا, 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 انا ما بدي اقاطع أوكي. بس بتوك. انا بدي اقول لك للأسف هناك أنت تعلمي مم. أنت أكثر واحدة بتعرفي مم. هناك ناس إعلاميين وهناك ناس أعضاء في نقابة الصحفيين ماشي ماشي. غير مؤهلين علميا سنأتي إلى هذول انا ترى بيصير يراقب علي هذا في عملي دكتور دكتور في دكتورة دكتورة مش في قانون النقابه مش عملي خلينا نتفق الاول على القاعده وبعدين نروح للاستثناءات خلينا نتفق على القاعده القاعده عالميا ان الاعلام هو السلطه الرابعه بمعنى انه يمثل الرقابه الشعبيه في عندنا إن انواع من الرقابه في صحيح. المجتمع في شيء اسمه الرقابه السياسيه يمثلها البرلمان والاحزاب وما الى ذلك شيء اسمه رقابه قضائيه يمثلها الادعاء العام ومكافحه الفساد وديوان المحاسبه وما الى ذلك في انواع من الرقابه صحيح. رقابه الاعلام هي رقابه مطلوبه والدول المتقدمه في العالم كل دراسات البنك الدولي آخر دراسة نشرها البنك الدولي تظهر بأن الدول التي ترتفع فيها سقف الحريات ويرتفع فيها سقف رقابة الإعلام تكون أكثر رفاها أكثر رخاء وأكثر ارتفاعا في مستويات المعيشة على رقابة ليش؟ الإعلام على, الأطباء على الكل. عالم الذرة أصبر علي أصبر علي ليش ما رئيس الوزراء ما شاء الله عنه الدكتور عبد الله نسور رجل عالم عالم ولا هوي. مش عالم, عالم ونص. وبنتقده الأمي في الشارع فاهم. اللي ما مع توجيهه ولا سادس ابتدائي بينتقد رئيس الحكومه صحيح. يعني الطبيب احسن من رئيس الحكومه على سبيل المثال خليك معي النت مجلس النت النواب يا سيدي في صحيح. ناس ما شاء الله عنهم جهابذا عندنا في عندنا زملاء فول بروفيسور استاذ دكتور في تخصصه وفي عندنا ناس ما شاء الله حزبيين صار لهم 25 سنه صحيح. ومع ذلك بيجي واحد صغير بالشارع لا يملك اي شهاده وينتقد النواب صحيح. وينتقد المجلس وبمسح الارض في المجلس واليوم شعبيتنا 22% كويس, كويس. سيد العزيز لا احد فوق الرقابه 100% ولا احد فوق المساءله باستثناء جلاله الملك بحسب الدستور الاردني لا احنا ما جبنا ال... سيره الملك ماشي احنا ماشي هلا ماشي. ماشي. محل... بس خلينا نتفاهم على الرقابه الفنيه انا بحكي يا... على العمل هلا بجيلك هلا بجيلك آه. والله جيتك آه. بالكلام بس خلينا نتفاهم اولا على الثوابت وبعدين نروح على الثوابت كل ما عليه خلاف <applause> هذول أيوة. ما في خلاف لا ما هو منكرها هلا خلينا نحكي شغله ثانيه الاعلام الاردني بدا يلعب دورا مهما بنسميه الاعلام الاجتماعي يعني اخذ دور مع ليس هو دور الاعلام في بلدان اخرى في العالم، من خلال القنوات والاذاعات التي تستقبل الشكاوى وتستقبل هموم المواطنين وتبثها وساهم في حل مشكلات كبيره. الان نيجي نحاكم هذه القضيه اللي بثتها رؤيا ووسائل اعلاميه اخرى نحاكمها مهنيا، خلينا نطلع على الوقائع اللي امامنا، ما هو الذي امامنا؟ لا انا بدي تكملي لي على الرقابه انه كيف كيف الاعلام بده يكون رقيب تكنيكلي بالامور الفنيه ولم يصدر حكما اسمعي الطبيب. اذا اصدر الاعلام حكما فهو مخطئ الاعلام دوره ان ينقل الحدث وينقله بتعدديه هذا هو قانون الاعلام المرئي والمسموع هي أي... بنقل خليك, أي... أي... مارمس خليك معي ينقل ما الحدث خليك مع... ما الذي حدث هذه القضيه ايوه ايوه خلينا نحكي لي. عن هذه القضيه الان انا تبعت انا الامانه ما تبعتها قبل هيك تبعت الان التقرير تبعكم اللي حصل كالتالي جاءتهم مواطن مواطنه تشتكي وفرجتهم صوره اشعه هلا هم مش مؤهلين هم مش اطباء انا طبعا بس شفت الصوره على الشاشه عرفت انه صوره الموبايل خارج جسم المريضه خارج البطن صورة مبينه صوره توضيحيه يعني الصراحة. مبينه انها خارج البطن مبينه انها جنب البطن مش داخل البطن هلا هم مش اختصاصيين عشان يعملوا هذا الحكم فشو عملوا أخذوا هالخبر وراحوا اتصلوا بالمستشفى المعني واتصلوا بالطبيب المعني وأخذوا الطرف الآخر من القصة وهذا هو دور الإعلام عندما يأتيك طرف تماما مثل القاضي بيجيك طرف بيشتكي لك بتيجي بتسمع الرواية من الطرف الثاني وبعدين بتحكي أيها الجمهور الكريم وهذا يقع في باب حق المعرفة هاي الست اللي اشتكت تقول كذا هم استخدموا مصطلح صح مواطنة تدعي ما حكم مواطنة تتهم مواطنة تقول مواطنة تؤكد حكوا تدعي الادعاء بمعنى أنه مسألة غير مثبتة تحتمل الكذب وتحتمل الصحة فإذا جابوا كل الأطراف الأخرى وحطوا الجماعة عنوان منشط شو المشاكل النفس. اللي نزلتوه لا صحة لا صحة قطعيا لوجود الكذا الكذا فإذا هم لم يتعمدوا لا الإساءة ولا التشهير هاي إمتى تاريخها نفس اليوم يا سيدي هاي لا, هل لا هل صحه هلا طول بالك علي طول بالك علي رأي. طول, طول بالك علي اذا الساعه 8 انا بعطيك بالضبط في الساعه 7 وسبعة 57 دقيقه طول بالك علي من تاريخ 9/5/2015 هم لم يتعمدوا الاساءه والتشهير طبعا انا مره اخرى لست في موقع القضاء هذه <تص في> إيه> مساله في المحكمه ولكن انا الان عم بتعامل مع المساله بشكل مهني هم لم يتعمدوا الاساءه لو كانوا يتعمدون الاساءه لما اخذوا وجهه نظر الطرف الاخر ولكنهم اخذوا وجهه نظر الطرف الاخر ووضعوا الحقائق امام الجمهور وتركوا للجمهور ان يحكم. هذا هو ادعاء السيده وهذا هو رد المستشفى، اذا ما غلطوا دكتور. هلا هل نيجي لما هو اخطر من ذلك، اين هو الخطا؟ طبعا لو انا اجتني انا بصراحه مش حنشرها لاني حعرف بمجرد ما اشوف الصوره أن الموبايل جنبها وليس شكوى وسائل اعلام اخرى يعني ولكن ولكن, ولكن خليني اتي لما هو اخطر من ذلك. طبيب الاشعه اللي عمل الأشعة أو أشرف عليها ما بيعملها الطبيب الأشعة يا سيدي. صورة الأشعة بعملها فني أشعة. فني يا سيدي آه. ماشي ماشي أوكي بدنا نسلم أنه لم يرها طبيب وأنه اللي عملها فني هذا الفني ما حكى للسيدة أنه والله يجب أن تتخلصي من الأدوات المعدنية والأشياء وإلى آخره قبل ما تأخذ الصورة طيب بلاش انسى انه هو نسي تحذيرها طيب لما تطلع على الصوره وسحب لها اياها عملها برنت اوت للصوره صورة ما, ال... ما بتطلعوا الفنيين ما بتطلع يا دكتور على الصوره يا سيدي وقع نحكي ارجوك طيب. ما بتطلع دكتور. كل دكتور ما يا دكتور مش نالعزيز. دكتور انا بعطي طبيب الاشعه بتطلع على الصوره من أنا, لا. لا. انا, معك طبيب بده يطلع يا سيدي اخصائي الاشعه اللي بكون بيكون مناور طبيب مش لا بيكون مصور اشعه بدك على الصوره بقول رجلك بتطلع وصلت الصورة. الصوره يا دكتور الله يرضى وصلت الصوره الى المكتب اللي هو بكون عليه الطبيب المناوب هي شكلها في الطوارئ مش هيك كانت في الطوارئ هي لا نقلت الى المستشفى بعد ما وين كانت لما شافوا الصوره وين هذه في هذه الصوره طيب الناس اللي موجودة وطلعت في صورة الأشعة هاي الممرضة اللي حكت عنها إنه ما معهاش توجيه حكت محتدئة عنها محتدئة أو زي هيك أوكي وطلعت في الصورة حكت إيش هذا في موبايل في بطنك طب أنا عندي سؤال هاي الصورة اللي طلعت ما في حدا شافها ما حدا شيك عليها انه في صورة في موبايل طالع بالصورة دكتور هذا اهمال ما بعده اهمال هذا تقصير وفي المحكمة راح تشوف انه يعني لما ينحكى في هذا الموضوع تقصير من طرفها لانه ما بعرف مين اللي اخذ الصورة بس اللي اخذها ايا يكن سواء كان فني سواء كان طبيب ايا كان من يكون بس, بس هي لا اقول لك دكتورنا هلا هي لم تعرض إهمال. لم يعرض الحادث هلا شو اللي صار القضية منحكت اطلاقا شو اللي صار مع المريضه المريضه عملت القيصريه في التوتنجي بعد ثلاث ايام خرجت كويسه بعد اسبوعين بلشت تشكي من وجع في المفصل من وجع في بطنها صوروها صور عاديه وهي برات المستشفى هلا انت بتودي انا يعني انا بحكي لك كطبيب صحه كنت انه انا بودي بطلب صورة الصورة ليش انعملت اصلا تطلب الصورة سؤال ليش انعملت الصورة لانه كانت تشكي من الم في المفصل والم في بطن جيد يعني بناء آه. على طلب طبيب. بطلب طبيب رائع جدا مية بالمية. الا يفترض ان تعود, تعود الصورة, تعود للطبيب, طبيب. عشان يحكم مية بالمية. يصدر قرار مية, مية بالمية. ما شافها الطبيب الصورة هلا هاي انا ما بعرف انا مش بالتوتالجي ولا احنا بنعرفها بس انا القضية انا مش دور نعرفها دور دور الاطباء يعرفوها هلا ما رجعت رجعت انا ما هي هذه الصورة وجاء التوضيح مرة اخرى فقط للتوضيح بس انا بدي اسال سؤال دكتور رائد القضاء فيصل ولا مش فيصل 100% ليش التشهير عبر وسائل الاعلام واصدار بيانات وشتائم في بعض وسائل لا الإعلام. هلا شوف لا, شوف لا اقول لك هالحقيقة. أولا اولا اختلاف الواقع. اختلاف الراي دكتور هناك محاولات من نقابه الاطباء بي بي بالخروج بي 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 بسياق اخر والبحث عن إلساق تهم لوسائل الاعلام في قضايا اخرى وهذا حقيقه امر مخجل هلا هلا هاي مخجل. شوف أقول لك اولا اختلاف الراي لا يجب ان لا يفسد للود قضيه اكيد ونحن ضل فيها ود؟ لا لا ونحن انا بحكي عن حالي انا ضد مبدا الشتائم ارجوك انا شكرا. ضد مبدا الشتائم جميل ولكن انا كنقابه اذا بشعر انا بحكي انا 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 مش لا عضو مجلس نقابه ولا نقيب ولكن انا كنقابه اذا بشعر ان هناك وسيله اعلام اساءت من وجهه نظري م. شهرت حشدت جيشت الناس على الأطباء أنا واجبي لأنه بالنظام الداخلي والدستور الطبي واجبي كنقابة أن أدافع عن منتسبية وبالتالي وبالتالي دافع دون هت... أن تجرح دافع دون أن تشهد أنا... ما... أنا, ما أنا أكمل انا بدي اكمل دكتور انه روح وينستون شرشل روح دافع اسمعني, اسمعني, اسمعني دافع لا دافع, لا دافع, دافع حق لكل دافع دون, دون ان تؤذي باي كلمه دكتور وخلي القضاء الفيصل يا دكتور خلي القضاء هذا النقابه, النقابة جسم سياسي يجب ان تتعلق تتا تتمتع بعقل سياسي مش بس عقل مهني واكاديمي خليني احكي لك شغله وينستون تشرشل شو حكى مره كانت الصحافه البريطانيه نازله في بهادل كل يوم الصبح مسكين يفتح الصحافه ينزلوا فيه وهو بطل الحرب العالميه الثانيه بطل انجلترا ورئيس الوزراء يعني واحده من اهم الشخصيات في التاريخ كل يوم الصحافة نازلة في ساحته صباحا كل يوم وهي تشتم فيه وتنقد فيه وبتبهدل فيه من, ي... من يعمل إجاله... عمل العمل العام خليك معي, خليك معي بس خلي ما أه. أنتوا كمان تشتغلوا عمل عام الطبيب أه. <applause> عمل عام اسمعني الآن شو حكى إجاله مستشار وكان غاضبا وحكى له خلينا نقاضي هذه الصحف البريطانية ونربيها بتعرف شو رد عليه وينستون تشرشل حكى له مجنون من يعادي من يشتري الحبرة بالأطنان يعني ايش هلا في ذلك الوقت كانت الصحافه الورقيه في هذا الوقت نحن نتحدث عن الفضائيات وعن حتى لهلا يعني حتى انه انا بعتقد مجنون اللي ببلش بصحفي درجه عاشره اذا خصوصا طيب. اذا عنده عامود طيب. ولا عنده طيب. هاي لا لسبب وان تعفو هو اقرب للتقوى شو بدكم بهالسلافه لا لا, لا, لا انا انا ما بحكي هلا شوفي انا لست صاحب قرار مم. انا بحكي بقول انه لا يجوز ان يكون هناك شتائم لا, لا يجوز ان يكون هناك تجريح ولكن بالمقابل ولا يجوز ان يكون هناك تجيج ولا يجوز لان. ان يكون تجيج ضد الاطباء 100% اه ولا لا يجوز لا لانه لا أنا هذا أنا ليس تجيج لا لا انا 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 بقول انا بقول اللي قدر ابو ريشه ممكن حضر برنامج من هالبرامج لا لا لا. أو قرأ مقال من المقارة. المجتمع الأردني يتمتع بمكانة رفيعة أنا, أنا بقول أنت أنت لأت... طيب. أنا, لا 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 أنا بقول لك أنا قضية الطبيب أبو ريش لا أنا لك ممكن أن يكون لا. حضر لا. برنامج أو قرأ مقال يمكن هذه في إطار آه الظن آه. والظن يعني يحتاج إلى القضاء آه على كل سمعنا وجهات النظر كل احترام لكم ضيوف الكرام سمعنا وجهات النظر بكل مهنية وبرغم من كل الاتهامات والمهاجمة للإعلام عموما ولرؤية خصوصا ونظهر الصورة المهنية الواقعية لكل ما ورد في هذه القضية لتوضيح الصورة للرأي العام الأردني ولتوضيح كيف تم نقل وتناقل الخبر عبر كافة وسائل الإعلام كل احترام جد لكم ضيوف الكرام وحقيقة فقط نتساءل في, في نهاية هذه الحلقة إذا ما كانت فعلا نقابة الأطباء باتت خطا أحمر جديد في الأردن وهو أمر يعني مستهجن ومستغرب هل تؤيد وجود قانون للمسؤولية الطبية سؤال شارك عبر تطبيق رؤية هذا المساء النسب النهائية 88% نعم 12% لا الى هنا نكون قد وصلنا لنهايه حلقه أخيرة. الليله اسمحوا لي وقت انتهى زمان. طيب. نكون وصلنا بهذا الى نهايه حلقه الليله من نبض البلد رؤيا كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم واليكم ولسان حالكم تصبحون على خير